يلا مشاهدينا رجعنا لكم باش نشوفوا التحليه تاع نهار اليوم. تفضل سليمان. شكرا. يلا مشاهدينا الكرام، جبت لكم واحد التحليه خفيفه عباره عن تحليه سنيكرز، راح تكون مكونات اقتصاديه للغايه بسطتها الماكسيموم. انا حنبدا من الفوق ونهبط. انا مش باسكو علاش، انا ديجا راني موجد، لازم تتبعوني. الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. الطبقه الاولى انا مشاهدينا الكرام راح تكون هي اللي من الفوق كامل. راح نستعمل هذه الشوكولا تاع المرجان. بصح دقيقه نبارك نبدلها، نجيب هيك لاباتا تارتيني. إذا مشاهدينا نذكركم أن رقم الهاتف راه يمر أسفل الشاشة، الطومبولة راهي متواصلة إلى غالة يوم السبت إن شاء الله راح يكون السحب ديالها. كذلك كما قلت لكم أن الهدية تاع الأسبوع هي عبارة على بلازما. يا ترى شكون راح يكون من نصيبه البلازما من شركة ماكستار؟ تفضل سليمان. يلا مشاهدينا الكرام، راح ناخذ هذه لاباط كراسي بالحليب من منتوجات المرجان، راح ندير لها بامارين، نقطعها مكعبات صغيره ونحطها تذوب. تذوب في حمام مائي. راح ندير لها حوالي 100 غرام. هذه نديرها سليمان في الطبقه الاولى ولا؟ الطبقه الاخيره هي الاخيره تاع التزيين. راح ندير نصف الكمية راح تكون لاباط كراسي ونصف الكمية راح تكون لاباط تارتيني. هنا مشاهدينا الكرام الطبقة الأخيرة هي راح تكون الوتش تاع الكاطون تاعكم. يلا هنا مشاهدينا الكرام واش راح نديرو؟ راح نجو نخدمو الكريمة نتاعنا. هنا مشاهدنا الكرام بالنسبة للكريمة تاعنا واش فيها؟ عندي هنا حوالي كاس ونص تاع الحليب، يكون بارد. هنا كل حاجة بارد في بارد. استغفر الله. حنضيف عليها مباشرة من غير فتح الفارينو، وراح نضيف عليهم نص كاس تاع السكر. هنا للذكر مشاهدينا الكرام كل حاجه راهي بارده، وعندنا باكي تاع فانيلا ولا سكر فانيلا من منتوجات المرجان، وراح نضيف عليهم مغرفه تاع المايزينا من منتوجات مهدي. يلا نعاود نذكركم برك واش درت. كاس ونص تاع الحليب. يلا عندنا مكالمه من بومرداس. الو. نعم شيماء. الو. اهلا وسهلا بك شيماء، منين راكي تصين بومرداس؟ ولاية بومرداس بلدية زموري. مرحبا بك الاخت الكريمة، اهلا وسهلا. كاش برد عندكم؟ كيفاش راهي الاجواء؟ لاباس الحمد لله، وانتيا لاباس؟ لاباس الحمد لله. شاف سليمان اش راكي صافا مدام؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. وانت راك مليح شاف سليمان؟ الله الحمد لله يطول عمرك. وانتي واش راكي مع الصحة؟ والله لاباس الحمد لله. طول عمرك. مولفة تشوفي الحصة؟ لا نتبعوكم بزاف. صافي بليزي. الحمد لله الحمد لله سيدتي. وصافتكم. تفضلي راكي حشمانة. ولا راكي فرحانة؟ لا فرحانة كحكمتكم. راكي فرحانة يا عمري، يعني ما شاء الله الحمد لله سيدتي الحمد لله. لا نتبعوك بزاف شاف مريم. تعيشي تعيشي الأخت الكريمة، شكرا. شكرا. إذا شوفي الأخت الكريمة راح تشاركي معنا في الطومبولا إن شاء الله. السؤال راح يكون على لو غراتان تاع نهار اليوم. أعطينا مكونات لو غراتان، وشنو هم المكونات اللي حطيتهم كامل في الغراتان ديالي؟ مكونات بسيطة جد وسهلة. يلا تفضلي سيدتي أعطينا المكونات. مكونات تفضلي أختي. والله هذا وين لحقت بك أنا، والله ما شفت المكونات. يعني اول اتصال انا عيطت وانا حكمتك. والتحليه راكي تبعي معنا في التحليه تاع سليمان؟ تحليه والله غير هي عيطت قالت لي ناقصين تيليفزيون شتو دار الحليب. اها. والله زينه. ايه. ايه والله ما شفت وشنو، كنت نقصت له التيليفزيون. معليش شوفي قولي لنا في طنك دار الحليب، واش قلتي لنا ثاني؟ وشيكولا المرجان. واش درنا الشوكولا المرجان هذيك في حمام مائي؟ كيفاش هذيك درناها في حمام مائي؟ عطينا تاع الكريمه. الكريمه راكي مازال لك زوج مكونات وتجيبيها. شوفي قلتي الحليب، قلتي الحليب، قلتي المايزينا، راكي معايا؟ لافاني.
زيد جيد لافاني زيدي مكون واحد. والله ما نكذب عليك. وكيفاش جينا الكريمه هذه صمتة ولا كيفاه؟ سكر. عاد جيد راحي. يلا مشاهدينا ندو معها الاسم واللقب ديالك نحطو. شوفي مع رانيا تدي الاسم واللقب ديالك ورقم الهاتف وان شاء الله راح تكوني من الفائزين ان شاء الله. الو يلا مشاهدينا الكرام شوفوا معايا مليح. بالنسبه للشوكولا كلاصاج هذه كانت دابت لي مام با دقيقه، سهله بزاف عمليه الذوبه نتاعها. ضفت عليها مشاهدينا الكرام زوج مغارف تاع لاباتا تارتيني تاع المرجان. شوفوا لي القوام اللي تحصلت عليه روعه. وطفيت الباماري تاعي وخليته. نجي لهنا الكريمه تاعي بدات تتقال لي. نقول لكم برك باللي فيها كاس ونص تاع الحليب، نص كاس تاع السكر، فيها باكي تاع السكر الفانيلا، فيها مغرفه تاع اللامايزينا، فيها مغرفة تاع لامايزينا، فيها مغرفة تاع الفارين. نجي نضيف عليهم انا علبة تاع ياهو الطبيعي. راح يعطي لها ذوق مختلف تماما. ونزيدوا لها حبيبة تاع البيض. الكريمة هذه مشاهدينا الكرام راح تجيكم روعة. نخلطوا المكونات كامل مع بعض. نذكركم برك باللي كاس ونص تاع الحليب، مغرفة تاع الفارينة، مغرفة تاع الخميرة، عفوا مغرفة تاع السكر الفانيلا، مغرفة تاع لامايزينا، نص كاس تاع السكر، ضفنا عليهم باطا، قلت لهم على لافاني، ضفنا لهم باطا تاع الياهو الطبيعي. حبابات. سي بون واجدة، وضفنا عليهم حبيبة تاع البيض، الكريمة نتاعنا وهي هكذايا مباشرة نخلطوها مليح باش الحبة تاع البيض هذيك تخلط لنا بيان بيان كوم يفو. فوالا. الكريمه نتاعنا هنا مشاهدينا الكرام ما لازمش تجيكم هذيك الثقيله كراف 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 باش تقدروا تمسوها كما تحبوا. هنا راح نجيبوا هذا عفوا لو ريسيبيون، نهبطوا الكريمه تاعنا بالطريقه هذه، نمسحوا مليح ديبراسيو بيان هذيك لا كاسكون تاعنا. فوالا رائحتها راح تكون بزاف شابه. نديروها نفيلميوها اون كونتاكت، نديرو لها البابي فيلم وندخلوها للثلاجة تبرد. إذا هذو طبقتين اللي راح تحضرهم فوق هذيك ال اكزاكتوم. شوفوا الطبقة الأخيرة فيها الشوكولا تاع الكلاصاج هذه، درناها في حمام مائي، ضفنا لها زوج مغارف تاع لاباتا تارتيني تاع المرجان. الطبقة الوسطانية هذيك البيضاء فيها كيسونس تاع الحليب، مغرفة تاع الفارينة، مغرفة تاع لامايزينا، باكي تاع السكر الفانيلا، درناهم بارد في بارد، طلعناهم فوق الفرن مع نص كاس تاع السكر، خلطناهم بيا وضفنا عليهم باطا تاع الياهو الطبيعي مع حبيبة تاع البيض، هذوما كامل بعد ما تقالت لنا شوية طفينا لها درناها في ريسيبيون فيلمينا اون كونتاكت دخلناها للثلاجة تبرد. نجو دوكا مشاهدينا الكرام، راني وجدت هاني للطبقة الأولى. واش عندي؟ ركزوا معايا مليح، نحط لكم هنا قدامكم. باش تدو برك الفكره مليح، عندي ثلاث حبات تاع البيض يكونوا بحرارة الغرفة، ما يكونوش باردين بزاف. عمليك عندنا ثلاث حبات بيض. نديروا عليهم قريصة تاع الملح. يعني مكونات بسيطة وتحلية راح تكون منعشة إن شاء الله. هنا مشاهدينا الكرام نجو البيض تاعي هو الأول، نطلعوه بيا مع هذيك القريصة تاع الملح. بعد ما نخلطوا البيض تاعنا مليح مشاهدينا الكرام، نجو نضيفوا عليه السكر والزيت هما الاولى. نجو نضيفوا الحاجه الاولى، نضيفوا السكر، نخلطوا السكر تاعنا مليح حتى وين يذوب. يلا نستقبلوا مكالمه. فاطمه الزهره. نعم. الو. نعم. الو نعم. نعم. اهلا وسهلا بك فاطمه الزهراء، واش راكي لاباس؟ رمضان مبارك. لاباس الحمد لله، واش راكم؟ لا الحمد لله. الحمد لله، كل عام ان شاء الله كل عام نلقاك بخير.
لاباس الحمد لله، رمضانكم. رمضان مبارك الاخت الكريمه، تفضلي. فاطمه الزهراء مالفه تفرجي الحصه؟ مالفه نشوفها خطرات كيكون قاعده. الحمد لله، شفتي لابارتي الاولى تاع الحصه؟ ايه. اذا تقدري تعطيني مقادير الكغاتان تاعها اليوم؟ ايه. كيلو ورد البطاطا. سيداتي انا في الاستماع. كيلو ورد البطاطا. ايه. والحليب شحال درت؟ والحليب. اها. درت لها الحليب وكريمة سائلة. اها. والملح وفلفل الكحل. اه. اها كملي. ومن بعد درت فيها في البلا، درت لها جيد سيدتي، جيد، راكي حافظه الدرس ما شاء الله. ايه. ومن بعد درتي لها في القلا ودرتي لها ديك الكريمه ودرتي لها فرماج راكي. شكرا سيدتي، شكرا. وقعدي معنا ندو الاسم واللقب ورقم الهاتف، وكما قلنا مشاهدينا الكرام انه راح نرفدوا كامل الاجابات الصحيحه وراح تكون عباره على قرعه ان شاء الله، والفائز راح يكون فائز بالبلازما من مؤسسه ماكستور. شكرا، شكرا سيدتي، شكرا. يلا مشاهدينا الكرام الوصفه دقيقه برك نجي نعاود لكم. نذكروا مشاهدينا الكرام انه الكاتو تاعنا اليوم فيه ثلاث طبقات. الطبقه الاخيره اللي هي عباره على كلاصاج تاع شوكولا وراح نزينوا به. الطبقة المتوسطة هي عبارة عن الكريمة، والآن سليمان راه يحضر لنا في الكيكة اللي رايحين نديروها في لوفون، يعني الوصفة راح تجي بزاف رائعة. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا معايا مليح، نجي منا ومن طون نكمل باش نحبس الحس عليكم. هنا مشاهدينا الكرام واش درت؟ درت 3 حبات تاع البيض، درت عليهم قريصة تاع الملح، خلطت البيض مليح، بزت عليه نص كاس تاع الزيت مع نص كاس تاع السكر. خلطناهم بيان، وضفنا عليهم مغرفة تاع الكاكاو من منتوجات المرجان، ضفنا عليهم باكي تاع سكر الفانيلا من منتوجات المرجان، ضفنا عليهم تاع باكي خميرة كيميائية من منتوجات المرجان، وضفنا عليهم كاس تاع الحليب، سما نص كاس تاع السكر مع نص كاس تاع الزيت مع كاس تاع الحليب مع 3 حبات تاع البيض مع قرصة تاع الملح، باكي تاع خميرة كيميائية، باكي تاع سكر الفانيلا، مغرفة تاع الكاكاو، ونجول لهنا نديرو حوالي كاس تاع الفارينة. هنا الفارينة ما نديروش بزاف حتى تولي لنا ثقيلة كرافة، عينكم ميزانكم، نجو نضيفو هنا كيما راكم تشوفوا، نبداو نفتحو في الفارينة تاعنا غير بالعقل بالفوي، دوك نجيبو فوي، يلا هنا الكمية هذه مشاهدنا الكرام تدي لكم حوالي كاس معمر مليح تاع الفارينة تكون مغربلة، الفارينة تاعكم مشاهدنا الكرام من فضلكم لازم تكون مغربله. نجو نخلطوا هكا المكونات كيما راكم تشوفوا. فوالا. نجيبوا سنيوه تكون كبيره شويه على هذه، باسكو انا راني ديجا استعملتها. فيها 30 نورمالمون على 30 ولا 30 على 25 هكاك. نديروا لها شويه تاع الزيت، نرشوها شويه بالفارينه. ونسخنوا الفرن تاعنا على 180 درجة. ونحطوا الكيكه نتاعنا طيب. ما تدي لكمش وقت كبير، تدي لكم يا ربي حوالي 10 دقائق 12 دقيقة ماكسيمو راح تكون واجدة، حتى ل 15 دقيقة. هنا مشاهدنا الكرام كيفاش نعرفوا باللي الكاطو تاعنا طاب؟ نجيبوا كاش كيردون ولا ندخلوا الكيردون تاعنا ونخرجوا يبان لنا باللي راهو ناشف، سي بون راهو واجد. هنا مشاهدنا الكرام ندخلوا الكاطو تاعنا للفور. والتزيين سليمان؟ عندنا الواجد ديجا. انا مشاهدينا الكرام قلت لكم بعد ما نخرجوا الكاطو تاعنا مباشره من الفرن وهو سخون نجيبوا نص كاس تاع الحليب حتى الكاس تاع الحليب نديروا له مغرفه تاع الكاكاو ونخلطوه ونشربوا هذيك الكيكه نتاعنا. هنا مشاهدينا الكرام في الكريمه نتاعنا تقدروا ديروا مغرفه تاع الزبده نسيتها، في الاخير نديروا مغرفه تاع الزبده ونطفيو لها. هنا مشاهدينا الكرام انا كنت ديجا طيبت الكيكه نتاعي، الكريمه نتاعي كان ديجا بردت ودرتها كطبقه ثانيه، نجول لها انا دوكا باش نديروا التزيين فقط. هنا عندنا هذا مهدي عنده الكاوكاو تاعو المنقي، انتم حمصوه تحمصوه شويه باش تكون هذيك القرمشه لازمه. احنا هنايا نديرهم ديكتهم واحد مريم
حب ما يكون كاسيواش اكزاكتومون ديريكتوم. هنا مشاهدينا الكرام قلت لكم عندنا المنتوج مهدي، هنا قبل المنتوج مهدي نجيبو نجيبو الكراميل اللي تكون عندكم في الدار، سواء منزليه سواء تشروها. نديرو الكراميل تاعنا هنا في لابوش بالطريقه هذه. عارفوا برك بلي سنيكرز تجي فيه كراميل ويجي فيه الكاوكاو والشوكولا وتجي فيه الشوكولا. شكرا. نجيبو المقص ونبداو نديرو فليتري خفاف هكذا. هذيك طبقه اولى، هذه الطبقه الاولى تاع التزيين. نذكركم برك بلي الطبقه الاولى عباره عن كيك، الطبقه الثانيه كريمه، والطبقه الاخيره شوكولا هي اللي رانا نديرو فيها هاد كراميل الكراميل. ودوك نديرو فوقها هاد الكاوكاو اللي قلت لكم بكونديسيون لازم نتوما تحمصوه. صح. والكاوكاو لازم يكون منقي. فوالا. هنا مشاهدينا الكرام واش راح نديرو دوك؟ نجيو نحطو الكاوكاو نتاعنا فوق سطح هاد الكيكة بالطريقة هذه. هنا قلت لكم الكاوكاو اللي لحقوا بينا دوكا، حنا كنتو نسبونسور مادا بينا نحلوه قدامكم باش تعرفوا برك المنتوجات اللي رانا نستعملوهم. نتوما هادوما ديريكتوم ودخلوه للفرن يتحمص لكم باش تقدروا تضيفوه، باسكو لو شارم هنايا تاع سنيكرز لازم تكون الحبة تاع الكاوكاو تاعكم تقرمش. صافي نقدروا نديروها هكذا بلا من نعم نحمصوها ولا احسن هكذا؟ لازم يتحمص مريم. حنا هنا قلت لك برك باش على جال نو ماشي الوقت، على جال السبونسور باش نبينو. هذا شوفوا لو برودوي تخي بيان، هذا هو الهدف تاعنا. نجيبو هنا طبقات تاع الشوكولا. نجيو لهنا الشوكولا نتاعنا اللي كنا ذوبنا شويه تاع الشوكولا كلاصاج اولي بالحليب، وضفنا عليهم زوج مغارف تاع لاباتا تارتيني. هنا علاش درنا معاهم لاباتا تارتيني؟ باش ما تجمدناش الشوكولا من الفوق، تعطينا داك القوام الكريم، باسكو لو كان تجمدنا يولي بان كلاصاج. حنا هنايا الهدف الرئيسي نتاعنا لازم لازم الشوكولا نتاعنا تكون كشغل على شكل كريمه. نجل هنا شكرا. نجل هنا كطبقة أخيرة نمشي الشوكولا نتاعنا بطريقة هذه. الشكل تاعها جد رائع، طريقة بزاف سهلة. هذه حديروا بها حالة في الليل تحليات ولادكم راح تعجبهم بزاف. هذه نقطعوها سورتو كي تجي مشمخه هذيك الطبقه الاولى. الله الله اكزاكتومون، قلت لهم لازم تشمخوها. سليمه شحيت شي كولا شحيت تحب هذيك لاكوش الاخر تاع مها كاع ما فهمتكش بالشي كولا. نزيد ندوب هنا هنا مشاهدنا الكرام راح نكمل. نزوق نزيد ندوب شويه شوكولا ما كفاتنيش، نزيدو نغلفها مليح بشوكولا وتشوفوها كيفاش تكون في التقديم. هنا مشاهدينا الكرام نذكركم برك باللي هاد السنيكس راح تجي روعه. يلا مشاهدينا الكرام انا نخرج فاصل، نتوما اذا تكرمتم قعدوا معنا، نروحوا فاصل قصير ونرجعوا لكم باش نكملوا نحط لكم كاع الوصفات واجدين. مشاهدينا لحقنا نهاية البرنامج، الوصفة تاعنا راهم واجدين. الوصفة الأولى اللي كانت عبارة على غراتا تاع البطاطا مع لا شاركوتري، استعملنا دجاج مدخن من منتوجات بلاط. شوفوا لي الشكل تاعها بعد ما طابت، الله الله. هنا يعني مازال ما تشربتش بصح، حنوري لكم كيفاش جات. معليش شوفوا القوام تاعها الرائع كيفاش يجي.
الثومة بيان سور خلوها في غردكم في الدار وين تزيد تتشرب بيان، لانه نعرفوا انه الكراتا كي نديروه ونخرجوه ما نقطعوش مباشره، لازم نخلوه يتشرب. يلا مشاهدينا راح نشوفوا التحليات عن نهار اليوم. يلا مشاهدينا الكرام، بالنسبه للتحليه اللي درت لكم اليوم هو عباره عن تحليه سنيكرز اللي درت لكم بطريقه مبسطه، في نفس الوقت درت لكم بليزانغريديون اللي عندكم في المنزل. شوفوا برك نقصيهم كيفاش نقطعوا قطع صغيره حتجيكم روعه هاديه. ليكيب مشمخه حتى للقلب، فيها ثلاث طبقات روعه. شوفوا كيفاش مشمخه، شوف رائعه ما مريحه. شوفوا لي كيفاش مشمخه، راني نخسر فيها بيدي هكذا باش تعرفوا بلي الطبقه التحتانيه لازم تكون مشمخه بزاف. روعه ليكيب هذه، لازم كامل تجربوها وباش تعطوني رايكم فيها. وهنايا راح نقدمها لكم مع مسعد صودا، هذه تفاح راح تكون ثاني روعه. مشاهدينا الكرام قال نقول لكم برك باللي وصفت اليوم ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. هاد السنيكس راح تكون كارثه تاع بنا، هذه لازم تجربوها ليكيب. حبيت ندير تحيه كبيره لجمال ريباراتور تاع طريق لاكار، وهو محمد الاخ تاعو حبيبه بو لحيه وعبدو. تحيه كبيره لكم وشكرا جزيلا على الخدمات اللي راكم تقدموها. يلا تفضلي مريم. شكرا سليمان، نقول لكم صحه فطوركم. زهره راهي تشوف فيا نقول لك صحه فطورك ولا زهيره، فوالا هي اسم زهره ممكن يقل شويه يقولها زهيره. نقول لك صحه فطورك ورمضان مبارك، مع السلامه. قدم لكم هذا البرنامج برعاية المرجان، مع المرجان ديما فرحان. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماكويزين. قدم لكم هذا البرنامج برعاية لاتين البنينة هي اللي تهنينا. هذا البرنامج قدم لكم برعاية إليغانس بلوس، ديسكفر ذا بيست لكجري كوكا كولكشن. Max Stove, max de qualité, max de confort.